رؤية 2030 تعتبر من أهم النقاط البارزة في تاريخ هذه البلاد، لأنها وحدت الأفكار ووحدت الجهود، سواء كانت جهود الدولة الوزارات المختلفة أو جهود القطاع الخاص. أصبح الكل متجه نحو هدف واحد، مسؤولية التعليم لا تقتصر على مسؤولية الدولة، وأن يجب على كل صناعة في المملكة العربية السعودية أن تكون لها دور في موضوع التعليم. الهولستيك ليرنينج يعني الطالب يبدأ بمراحل بسيطة بمفهوم الأوبزرفيشنز، مفهوم المشاهدة، ويتطور بعد كده إلى أنه هو يصبح يمارس العمل بنفسه بدون إشراف، يعني هي مراحل. تسعى كلية البترجي أنها تكون مرجعية في التعليم الطبي والصحي لكليات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، وتعمل البرامج المختلفة على تحقيق هذه الرسالة. في كلية البترجي عندنا في هدفين أساسيين في العملية التعليمية، اللي هي خدمة المجتمع والبحث العلمي. طبعاً برنامج طب الأسنان إنه عندنا الحمد لله في الكلية مستشفى تعليمية متكاملة، وخلال سنة عالجنا حوالي 8000 مريض علاج كامل مجاني. جميع التخصصات الطبية مكملة في عملها في المستشفى وهو خدمة المريض، وبدون أي تخصص من هذه التخصصات لا يتمكن من إعطاء أعلى الجودة للمريض. طبعاً العلاج التنفسي واحد من هذه التخصصات الذي لا يستغنى به في المستشفى. تهتم كلية البترجي الطبية للعلوم والتكنولوجيا بتطوير مهارات طلابها عن طريق التركيز في الأنشطة اللاصفية وخدمة المجتمع. نهدف ونطمح إن شاء الله أن تكون جامعة طبية متخصصة رائدة في التعليم الطبي على مستوى المنطقة. تدعم الكلية طلابها وطالباتها في تحقيق أحلامهم، وذلك بخلق المنح الدراسية والعديد من برامج الدعم المالي. تهتم كلية البترجي الطبية بخريجيها، حيث قامت بالعديد من الاتفاقيات التعاون مع أرباب العمل المتميزين، وذلك لخلق وظائف متميزة لطلبتها والخريجين.